كل سنة وانتم طيبين. ده هيكون ملخص الحلقة الثامنة من مسلسل المشوار، ولو حابب تتابع الحلقات اللي فاتت هتلاقيها في اللاي اللي فوق. بتبدأ حلقتنا الثامنة مع حياة أخت ورد اللي بتسمع صوت جرس الباب، ولما بتقول لجوزها سليمان يفتح الباب بيلاقي في وشه دراع وجهه اليمين اللي بيقول ليه هو وحياه ان هو خطف ابنهم ادم. وساعتها سليمان وحياه بيتصدموا وبيبقوا خايفين وبيسالوه انت عايز ايه، فبيقول لهم ان ادم هيفضل معانا لحد ما اخت حياه اللي اسمها ورد ترجع لينا الامانه اللي معاها. وبيبقى سليمان وحياه مش عارفين هو بيتكلم على امانه ايه، وبيقولوا ليه ان هما ما كلموش ورد من زمان وان ابنهم ملوش اي علاقه بالمشاكل بتاعت ورد. ولكن دراع وجهي اليمين بيقول لهم ان ادم هيفضل بخير لحد ما الامانه تيجي لينا، وان لو ما جاتش او بلغت الشرطه هنخلص عليه. ولما بيمشي بيكون سليمان وحياة زعلانين جدا ومش عارفين هما المفروض يعملوا ايه. وبنرجع لورد اللي بتكون في شقة صاحبتها عزة وبيتصل بيها ماهر، ولما ورد بتتأكد ان عزة مش شايفاها بترد على جوزها وبتقول له انها قدرت تعمل التمثيلية وبيتها حاليا عند صاحبتها. فبيقول لها ماهر انها جدعة وانه كان عارف انها تقدر تقنعها، وبيعرفها انه هيبقى يجيلها علشان يكملوا التمثيلية. فبتعرفه ورد انها اكتشفت ان عزة متجوزة شخص اسمه شامل وانه مغني مهرجانات. وبعد كده بيقفلوا المكالمة وبنشوف ان ماهر بيدخل مكتب المحامي كمال، وبنعرف ان هما الاتنين يعرفوا بعض ولكن ما شافوش بعض من زمان وبيتكلموا مع بعض، وبنعرف ان هما ولاد عم. وبيفضل ماهر يقول لكمال انه جه ليه لانه النهارده حلم بعمه وابوه وهما بيلعبوا طاولة على القهوة، وبنعرف ان هما من الصعيد وان ماهر مرجعش الصعيد من زمان. فبيقول له كمال ان الاسبوع الجاي هياخده معاه، وبنروح للمحامي راشد اللي بيقول لوجيه انك لازم تبقى صريح معايا علشان اقدر اساعدك، وبيعرفه ان مفيش احتمال غير ان الاثار تبقى بتاعتك او عدو ليك دسها في بيتك او صاحب اداك حقك من عمليه تسليم اثار. فبيقول له وجيه ان هو يقول له الحقيقه، وهي ان ممكن يكون ليه اعداء بس هو ما يعرفهمش. وساعتها بيساله راشد هل ممكن ابنك مواب يعمل حاجه زي دي، فبيقول له وجيه مستحيل. وساعتها بيقول ليه راشد ان الاثار كانت موجوده في اوضتك بدون اي دليل ان البيت تم اقتحامه، وان ده معناه ان اللي حط الحاجه كان مسموح ليه ان هو يدخل البيت من الاساس. وبيساله لو شكك في الخدامه او السواق او البواب، فبيرد عليه وجيه وبيقول له ان البواب ما عندوش مفتاح الشقه بتاعتي، وان وجيه اصلا ما عندوش سواق، اما الخدامه فهي بنت كويسه وانها سابت الشغل عنده من زمان، ولما اتحايل عليها ترجع رفضت بسبب ان جوزها مش راضي. فبيقول له راشد انك كده بتثبت الجريمه على نفسك وانك لازم تفكر في اي حل يقدر يساعدنا. وقبل ما بيمشي بيقول له ان تحقيقات الشرطه قالت انك مسحت الرسائل وسجل المكالمات من تليفونك، وبيسالوا ليه عملت كده. فبيعرفوا وجيه ان هو متعود يعمل كده من زمان مش اكتر. وبنرجع لورد اللي بتتفرج على التلفزيون وبتبقى منتظره ماهر عشان يكملوا التمثيليه، وفعلا بيرن الجرس وبيفضل يقول لها انك فهمتيني غلط، وبيحاول انه يعلي صوته علشان يسمع الجيران ويعمل فضيحه. فبتيجي عزه الوردة وبتعرف ان اللي بره هو ماهر، فبتسالها ازاي عرف مكانك، وساعتها بيقولوا رحيم ان هو اللي عرفه. وبنشوف ان الجيران بتتلم وبيقول ليهم ماهر ان هو سواق تاكسي وان البنت اللي مراته افتكرته بيخونها معاها كانت زبونه في التاكسي مش اكتر. وبيفضل يقول لورد مراته ان هو مش هيمشي من هنا، فبتقول عزه لورد ان جوزها شامل جاي وهيتصرف مع ماهر. ولما بيعلي ماهر صوت اكتر بتفتح ورد ليه الباب، وبيجي شامل وبيدخله بالبيت عشان الفضايح، وبيحاول انه يصالحهم على بعض، ولكن ماهر بيفضل يعلي صوته عشان يعمل مشاكل، وورد بتبقى رافضه انها تصالحه. وبنشوف ان اخو شامل وليد بيتصل بيه وبيبقى في شغل المفروض يروحوا له، وبنعرف ان شامل مستعجل فبيسيب كل من ماهر وورد يتصافوا مع بعض، وبياخد مراته وبينزل من البيت. وبنعرف ان بالشكل ده التمثيليه نجحت. ولما بيقعدوا في البيت وبيرتاحوا بياخد ماهر تليفون ورد علشان يدور لابنه رحيم على ملعب كره يوصله ليه، ولكنه بيلاقي رساله بتوصل ليها من اختها حياه، ولما بيفتحها بيلاقي ان حياه بتترجى ورد وبتقول لها ان ابنها ادم اتخطف بسببكو، وبتسالها على الامانه اللي معاهم. فبيتصدم ماهر، ولما بتيجي ليه ورد بيخبي التليفون وبيحاول يغير الموضوع وبيبقى مش عارف يعمل ايه. استنونا بكره في ملخص جديد الحلقه الجايه.